السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنكبوت، العنكبوت من رتبة العنكبيات، واللي بتشمل أكتر من 40,000 نوع وأطر من 100 فصيلة. والعنكبوت حيوان حجمه صغير. ذكر العنكبوت بيدعى عنكب، أما أنساه فبتدعى العنكبوت. واللي بيبني بيت العنكبوت هو الأنثى، وبتصل عدد الخيوط في البيت إلى 400,000 خيط، وبيوصل طول الخيط الواحد لـ20 سنتيمتر. لدى العنكبوت 8 أرجل وأربع أزواج من العيون، بتستخدم الخيوط للقب على فرائسها، وخيوطه بتعتبر من أقوى الألياف الطبيعي. والعنكبوت بيعتبر من المفصليات، وبيعتبر قريب للعقارب والقراد وبعض الحيوانات المفصلية البحرية. بيعيش العنكبوت في جميع أنواع المناخ وفي كل الارتفاعات. في الغالب العنكبوت لا يسبب أذى للإنسان، باستثناء بعض الأنواع، حوالي 200 نوع من 40,000 نوع فقط اللي بيكون لديه سمية، منها أو من أشهرها عنكبوت الأرملة السوداء. للعنكبوت فوائد أخرى، بأنه بيخلص البيئة من الحشرات، ومن غير بيت العنكبوت لا تكاثرت الحشرات وأتت على الأخضر واليابس. الخيط الحريري اللي بتحيك به العنكبوت شبكتها، فسمك شعرة الإنسان بيزيد على سم خيط العنكبوت 400 مرة، إلا أن الخيوط دي بتكون لينة وقابلة للمط بـ20% من حجمها دون أن تتمزق، وبرغم شدة رقتها وشفافيتها بتعد أصلب الألياف الطبيعية على الإطلاق، ولها قدرة تحمل لضغط أقوى حتى من قوة تحمل الفولاذ، ولذلك بيطلق عليها الفولاذ البيولوجي. وأنثى العنكبوت زي ما قلنا قبل كده هي اللي بتقوم بنسج الخيط الحريري بواسطة 3 مغازل أسفل البطن، متصلة بغدد صغيرة بتفرز المادة اللي بتتشكل منها الخيوط. وبتقوم أنثى العنكبوت بهندسة الشبكة ونسجها بمهارة عالية جدا، بخيوط منحنية ومستقيمة بترتيب متناسق للمسافات فيما بينها على شكل دائري أو ثلاثي رائع التصميم. بتستخدم ضغط بطنها علشان تدفع الخيوط الحريرية إلى خارج الغدد الستة الموجودة في بطنها. بتقوم بربط طرف الخيط الأول المعروف باسم الجسر بساق عشبة ما أو مكان في حائط أو ورقة شجر، ثم تهبط إلى الأرض مع الخصلة وهي مستمرة بعملية الغزل، ثم تنزل إلى الأرض وتصعد إلى نقطة أخرى مرتفعة لتسحب الخيط بقوة وتربطه في مكانه جيدا باستخدام مادة لاصقة تخرج من إحدى غددها. بينتظر العنكبوت طويلا قبل وصول ضحيته الاولى، واخيرا بيستخدم العنكبوت خيط للانذار بيوصله بين عشه والنسيج، وده بيخليه يشعر باي اهتزاز قد يحدث على النسيج علشان يقدر يحدد نوع فريسة اللي هيتعامل معه، وده بسبب ضعف شديد في رؤية العنكبوت. علشان كده بيعتمد العنكبوت على حواسه اخرى لتحديد صفات الفريسة، فلو كانت الفريسة ضخمة ومميتة بيطلق العنكبوت صراحة من بعيد، اما اذا كانت كبيرة ولا تؤكل كاليعسوب مثلا فبيلفها بخيوط من الحرير من بعيد باستخدام عضو متخصص اخر هو الغدة العنقودية الشكل. بتجهد الحشرة الفريسة بسبب محاولتها للفكاك من الشرك. بعد كده بيبدأ العنكبوت بالتقدم نحوها عبر الخيوط الامنة اللي تركها لنفسه دون مادة لاصقة. طيب افترضنا العنكبوت داس في رجله على مكان فيه مادة لاصقة، جسمه بيفرز مادة زيتية بتعمل كمحلل كيميائي للغرة، بيساعده على التحرك بحرية فوق العش بتاعه وبدون أن يلتصق فيه. بيقوم العنكبوت بحقن فريسته بسم بيشلها عن الحركة، بعد كده بيفرغ فيها لعابه اللي بيذيب أعضائها الداخلية فبيمتصها سائل، وبعد كده بيتخلص من هيكل الفريسة الأجوف، فعملية الهضم عنده بتتم خارج بطنه، ولذلك بيحتفظ بفرائسه حية لكي تبقى طازجة. كده ينتهي فيديو النهاردة، ونراكم في فيديو آخر جديد مفيد. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو لمن تعتقد أنه سيفيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.